مريم من فلسطين. تفضلي أخت مريم. سلام المسيح يا أخ نزار ولضيفك الكريم. سلام المسيح معك. الله يسعدك. بحب أنا أسلم على الدكتور نازي لأن أنا وابني من أشد المعجبين فيه. شكرا. وفي تعليمه. من فلسطين يا دكتور. شكرا شكرا جزيلا. الرب يباركك يا أخت مريم ويبارك عيلتك. شكرا لك. تفضلي أخت مريم. أخت مريم في عندك أي سؤال؟ لك سؤال بس. تفضلي. في محطة دينية يعني موثوق فيها ومسيحية يعني شرحوا مرة إنه بالنسبة للطوفان إنه ما صار الطوفان عالمي، صار في جزء يعني خاصة في دولة العراق ما بين النهرين. بس احنا يعني حابين نفهم الحديث صحيح ولا لا؟ يعني بطلب من الدكتور نازي انه يوضح لنا هاي الصوره لو سمحتوا. طيب اخت مريم في كل العالم بصوره الارض او في محل مكان للبشر عايشين يعني فيما بين النهرين، بس حابين توضيح يعني. فهمت عليك، شكرا كثير اخت مريم. ربنا يباركك. وصلها لاهل فلسطين رجاء يعني. ربنا يباركك، ربنا يباركك يا اختي مريم. انت سمعت السؤال، واحد من الأسئلة طبعا الطوفان هل هو عالمي ام محلي؟ تمام، ده سؤال مشهور جدا يا سيس نزار، وشكرا لك يا اخت مريم على السؤال المهم ده. تعال نشوف ايه كان الهدف من الطوفان، انه يقضي على الانسان اللي مش في جوه الفلك، انه يقضي على الحيوانات والطيور اللي هم مش في جوه الفلك، انه يؤثر على طبقات الارض. عشان يحصل طوفان بهذا الشكل لازم يكون طوفان عالمي. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لو إن الطوفان محلي ما كانش في داعي لبناء الفلك. صح. لأن الله كان يقول لنوح وعيلته روحوا هاجروا في المنطقة اللي ما فيهاش طوفان، وروحوا على جبل عالي. روحوا على منطقة مش هتتغطى بالمياه. تعرف أرمينيا وتركيا والمناطق العراق كتير فيها جبال عالي. فإذا روحوا لأماكن ما فيهاش طوفان، فما يبقاش في فايدة للفلك ولا في هدف للفلك بالمرة. نمرة ثلاثة بقى، دي حاجة فيزيكس بقى طبيعية، إنه الكتاب المقدس بيقول إن الطوفان غطى أعالي الجبال بمقدار 15 ذراع. شوف الدقة يا أخ نظام. ف 15 ذراع دي لأنه ارتفاعه كان 30 ذراع، فالغاطس بتاعه 15 ذراع. يعني فوق أعلى قمة جبل خلينا نقول اللي هي إيفرست. ما كانش في جبل إيفرست في الوقت ده لأن الأرض بتتشكل. أوكي. تمام؟ ماشي. ففي أعلى جبل كانت الارتفاع المية 15 ذراع فوق. بما معناه بالأمطار؟ لا بالأمطار حوالي 7 متر، 7-8 متر، 7 متر حوالي 7 متر. بتتكلم على ذراع؟ ذراع حوالي، بص في ذراعين، في ذراع 48 سنتي وفي ذراع 55 سنتي. أنا بتاع ال 55 طبعا. فنقول نص متر رفلي. أوكي. عشان يبقى سهولة التعبير. طيب. فحوالي 7.5 متر فوق أعلى الجبال. وفي حاجة اسمها نظرية الأواني المستطرقة، بتقول إيه النظرية دي؟ إنك لو جبت أنابيب مختلفة ووصلتها ببعض ومليت أول أنبوبة لقمتها، المية هتنخفض وتاخد مستواها في كل الأنابيب. فعشان تغطي أعالي الجبال يبقى لازم تغطي الجبال كلها. نعم. لأن المية مش هتقف ندا واحدا كده، مش هتقف بسور وما تتحركش، مية سائل بيتحرك. فعشان تغطي أعلى جبل لازم تغطي أعالي الجبال. دكتور ناجي، أنا كنت في رحلة على أعالي جبال ألاسكا. أيوه. والتور جايد الدليل أو المرشد السياحي كان بيتكلم، واستغربت من الأشياء اللي هي متحجرة. أيوة. من السمك. أيوة. القواقع. قعدت أتساءل طب شو اللي جابها على رأس جبل ألاسكا اللي بعيد كل البعد مثلا عن منطقة الشرق الأوسط؟ بالتأكيد. وبعدين إيه الحاجات المتحفرة على قمة الجبال دي؟ ما طلعتش بأسانسير ولا بسلم. ده معنى كده أن الجبل ده كان متغطي بمية وماتت الكائنات وتحفرت بسرعة لأن في أملاح وضغط وحرارة. إنه مش أخذت عنصر يعني مثلا ملايين السنين. لا لا، دي حاجة أكيوت، حاجة سريعة. أوكي. وبعدين انخفضت المياه وبقت الحفريات موجودة فوق. تعرف بقى العلماء اللي مش عايزين يؤمنوا بكلمة الله يقول لك إيه؟ لا ده كان طوفان محلي في الحتة دي. طيب ده يعني في ألاسكا أكثر من طوفان. يعني بالظبط، مالتيبل طوفانز، بس يقول لك ده محلي محلي محلي. تبص تلاقي مثلا ايه في الجراند كانيون، وانا زرت الجراند كانيون اللي هو الاخدود العظيم في امريكا. في اريزونا تلاقي حفريات على قمه الجبل يقول لك ده طوفان محلي. تروح للهيمالايا دلوقتي اللي هي تكتونيك بليتس اترفعت وعليت،
يقول لك في ده طوفان محلي، محلي محلي محلي، لا انا هقبل الطوفان العالمي اللي الرب يسوع اتكلم عنه، واضح واللي منطقيا اكتر. اوكي بالظبط.